طيب بما انك يا عم يوسف ما انتش متخصص في كرة القدم، تعال ناخد معانا على التليفون زميلنا احمد عصام رئيس قسم الكرة العالمية في اليوم السابع من العاصمة القطرية الدوحة. ابو حميد ازيك؟ استاذ يوسف ده عامل ايه؟ يعني انا قاعد بسمع حضرتك كانك معانا هنا بالظبط في الدوحة. لو النبي، وبعدين مفيش استاذ انا يوسف، يعني المشاعر هنا كلها، كل العرب هنا بيحتفلوا بالاشقاء السعوديين، يعني احنا بنتعامل معاهم هنا على انهم ابطال الحقيقه. طبعا اي مكان السعوديين موجودين فيه النهارده في احتفالات بتحصل. ما هو احمد اداء وقتال ونتيجه كمان اكثر من رائعه، وكمان قدام مين؟ قدام واحد من المنتخبات المرشحه، يعني هو اول فوز عربي في البطوله، مش فوز بقى على استراليا مثلا ولا على سويسرا ولا على الاسامي دي، لا ده فوز على الارجنتين اللي فيها ميسي اللي لعب 90 دقيقه وجاي النهارده بيلعب تقريبا اخر كاس عالم في مسيرته، والناس كلها بتتكلم على ان غالبا او بنسبه كبيره ميسي مش هيفرط في اللقب، لكن اول مباراه قدام المنتخب السعودي بيخسر بنتيجه 2-1. يعني نقدر كده نعمل عنوان نقول ميسي الزناتي اتهزم يا رجاله؟ انا اسف طبي قطع. بقول لك ينفع نعمل عنوان مثلا نقول ميسي الزناتي اتهزم يا رجاله؟ احمد مش معانا يا جماعه، الخط بيقطع. احمد هنحاول نكلمك تاني، الخط بيقطع جامد، انت مش سامعني خالص. اشكرك احمد، وهنحاول نعود ده بجد. عايز اسمع منك يعني غير ميسي الزناتي اتهزم يا رجاله، عايز اسمع منك ايه اللي بيحصل عندكم في الدوحه وشكل التشجيع عامل ازاي للمنتخب السعودي، وعاوز منك كمان تحليل للمباراه. يعني انا فعلا مهتم باعتباري مش رجل بتاع كوره قوي يعني، والفنيات وحاجات زي كده، كريم رمزي برضو دي لعبته يعني، ما احنا تخصصات، لكن مهم عندي ان انا اعرف تحليل للماتش. وايه ابو حميد استاذ يوسف؟ معلش انا في ماتش فرنسا اصلي والشبكه هنا، يعني يا بختك يا بختك يا سيدي يا بختك يا سيدي. بص ابو حميد، احنا نتفق اتفاق، انت احمد عصام وانا يوسف الحسيني، ولا استاذ ولا مش استاذ، متفقين كده؟ وانا واحلف بالله احمد عصام مش سامعني. طيب على احمد يا جماعه بيتفرج على الماتش فالشبكه هتلاقوها صعبه. على كل حال، على كل حال، بص، 1+1=2، ينفع يبقوا 3؟ لا. المنتخب السعودي هزم المنتخب الارجنتيني، او فاز، ما بحبش كلمه هزم دي، فاز على المنتخب الارجنتيني 2-1. عمليا بالمنطق معناها ايه؟ ان المنتخب السعودي لعب احسن من الارجنتين. على راي احمد عوض مخرجنا الرائع والعظيم، مدير المخرجين، صاحبي بصراحه، فبيغششني بقى، قال لي يا يوسف الارجنتين الطبيعي انها تخش نهائي، ده الطبيعي في اي مونديال الارجنتين تخش نهائي. فانت متصور انه منتخب عربي هزم او فاز على المنتخب اللي هيخش النهائي؟ بمنتهى البساطه معناها انه التدريب 100 100، مدير فني 100 100، لعيبة 100 100، حارس مرمى لم يتلقى سوى هدف واحد وكل حاجة بعد كده بقت في التمام، يعني حارس مرمى 100 100، يعني صخور الدفاع 100 100، يعني رؤوس الحربة والهجوم اللي عرفوا يحرزوا هدفين 100 100. احنا كده 100 فل و14.